السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل،
فهي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا فتنة الدنيا، فإنها متاع الغرور، نعيمها يؤول إلى الزوال، ومتاعها يصير إلى الاضمحلال، وكل من فيها سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن الله تعالى قد استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها، وسخر لكم الكون، وأسبغ عليكم النعم، ونوه بكم في الملأ الأعلى فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أيها الناس، الاستخلاف في الأرض مسؤولية تستوجب الأمانة، وقد قلدكم الله الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة تستلزم النزاهة والصدق والإخلاص، والوفاء بالعهود والعقود والحقوق والالتزامات، والتعفف عن المحرمات، وهي من مكارم الأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي المقابل: فإن الخيانة لؤم وآية من آيات النفاق. فإذا ضيعت الأمانة وظهرت الخيانة طاشت الموازين، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهتكت الحرم، وتأخرت الأمم والمجتمعات، وانتشر الغلول والاختلاس للمال، وانهارت القيم والحضارات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عباد الله، الاستخلاف في الأرض مسؤولية تستوجب العمل والإصلاح بجد وعزم واجتهاد، وتستلزم الأخذ على يد السفهاء ومحاربة الفساد. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالإفساد في الأرض يهدد العباد، ويعم الحاضر والباد، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الإفساد في الأرض شؤم مؤذن بالانهيار والخراب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن مظاهر ذلك الإفساد الغش والغبن والاحتيال، والرشوة والاختلاس والاستغلال، والإسراف والخداع وغسيل الأموال. كل ذلك يعرقل النمو والتطور، ويخل بتوفير الحاجيات. والله تعالى يقول: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. عباد الله، الاستخلاف في الأرض امتحان يستوجب محاسبة النفس،
ومراقبة الله تعالى، فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. معاشر المسلمين، الاستخلاف في الأرض نعمة تستوجب الشكر، ومن شكر الله تعالى على ذلك الاقتصاد وعدم الإسراف، والمحافظة على النعم وعدم إتلافها، فكفر النعم مؤذن بزوالها، والإسراف إفساد في الأرض مؤذن بخرابها. والله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الناس، إن الإسلام يحمي المال ويصونه كمقصد من مقاصد التشريع الخمسة، التي هي النفس والعرض والعقل والدين والمال، فشرع من أجله الأحكام، وأذن في الدفاع عنه والشهادة دونه. عباد الله، لقد أكد الإسلام على حرمة المال العام، وجعل السطو والاختلاس والاعتداء عليه وانتهاك حرمته غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالغلول اختلاس ما ليس للمرء به من حق، وكل من خان في شيء فقد غل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلول، فإنه عار وخزي وشنار على أهله يوم القيامة. رواه أحمد. وكل نهبة واختلاس ورشوة ومكسب خبيث فهو سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به. يا كعب، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها. رواه ابن حبان. ولقد قرن الإسلام حرمة المال العام بحرمة الدماء، فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. رواه البخاري. عباد الله، تبعات الحرام مفلسة وحسراته مؤلمة. فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. فويل للمعتدين والمنتهكين
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الغش والاحتيال وأذن في كسب المال فتعلقت به النفوس والآمال وأمر بالقسط والاعتدال وكتب الأرزاق والآجال ونسخ الأعمال ورتب عليها الحساب في المآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم المآل. أيها الناس، إن الله حرم اكتساب المال بالوسائل غير المشروعة. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأوجب الضمان على من أتلفه، وشرع الحدود في انتهاك حرمته، ومنع من إنفاقه في غير وجهه، وحرم تبذيره فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فاحرصوا عباد الله على الكسب الطيب الحلال ولا تيمموا الخبيث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. وبعد، عباد الله، فإن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ليس له يوم القيامة إلا النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وشفاء من كل سقم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا المرابطين يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،
أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا مجللا غير ضار، تحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.